هذا وقد أكدت عائلة المرحوم الأديب والصحفي محمد الماجد عن شجبها واستنكارها لما بثته قناة الخبث والحقد الجزيرة من ادعاءات مغرضة وباطلة، مبينة لمن يقف وراءها بأنها لا تزيدنا إلا تماسكا ولحمة في ظل قيادة مليكنا المفدى، مجددة البيع والولاء المطلق لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه، وأن البحرين عصية على الأعداء وستبقى دائما بلد الخير والأمان.